بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. من الجزائر المستمعة كوثر بوهادي جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: بعض النساء يقول بأن قص الشعر لا يجوز للمرأة، والبعض يقول يجوز أن نقسمه بدون أن نتشبه بالرجال، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الله جل وعلا جعل شعر رأس المرأة جمالا لها، وينبغي لها الاحتفاظ به وأن تصلحه وتتعاهد، لأنه يجملها. ولهذا لم يطلب منها عند التحلل من نسك الحج أو العمرة، لم يطلب منها أن تقص إلا مقدار أنملة من رؤوس الظفائر أو رؤوس الشعر، في حين أن المستحب للرجل أن يحلق رأسه. الحلق بالنسبة للرجل أفضل من التقصير، أما المرأة فلا يجوز لها الحلق، يحرم عليها، وتؤمر بأخذ قدر أنملة من رؤوس الشعر مهما طال الشعر وتوافر. فدل هذا على أنه مطلوب من المرأة أن توفر شعرها وأن تصلحه، لأنه جمالها. أما ما ابتلي به كثير من نساء العصر من هذه الموضة الجديدة الوافدة إلينا من قص الشعر على أشكال مختلفة، فهذا ليس من آداب المسلمات، وإنما هو تشبه بالكافرات أو بالفاسقات، وإهدار للشعر الذي جعله الله جمالا لها وعبث به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: سمعت الناس يقولون إن الغسل لا يكفي عن الوضوء، بينما البعض الآخر يقولون إن الغسل يكفي عن الوضوء، فإلى أي توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. الغسل يكفي عن الوضوء إذا نوى باغتساله الحدثين الأصغر والأكبر، فإن الأصغر يدخل في الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى بطهارته الحدثين الأصغر والأكبر، فله ما نوى. أما إذا لم ينوي دخول الوضوء في الاغتسال، فإن الاغتسال لا يجزي عن الوضوء، فلا بد أن يتوضأ لأنه لم ينويه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توضأ المسلم ليصلي ثم بدل ثيابه ليصلي كذلك، هل تصح صلاته أو يعيد الوضوء؟ لا دخل لتبديل الثياب بالوضوء. إذا كان الإنسان متطهرا وأراد أن يصلي ثم بداله أن يغير ثيابه، فله ذلك ولا يتصل هذا بوضوئه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عرعر المستمع موسى محمد، سوداني مقيم هناك، يسأل ويقول: حدثونا عن التيمم، وهل تكفي ضربة واحدة لمسح الوجه والكفين؟ جزاكم الله خيرا. التيمم هو قصد الصعيد الطيب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله ليتطهر به، فإن الله سبحانه وتعالى جعله بديلا عن الماء عند عدم وجوده أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالله جعل التراب والصعيد الطيب عوضا عن الماء في التطهر به في هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعل ترابها
طهورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكيفية التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته ضربة واحدة، يقسمها بين الوجه وبين الكفين على الصفة التي ذكرناها. هذا هو الراجح في صفة التيمم، أنه ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. وإذا ضرب ضربتين، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها كفيه، فهذا أيضا مشروع وجائز، لأنه ورد به بعض الأحاديث، ولكن الصفة الأولى أصح وأرجح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وحديثكم عن التيمم يحفظكم الله. هذا مستمع محمد علي عبد الله خميس من السودان يسأل ويقول: هل يجوز التيمم مع وجود الماء ولكن خوفا من البرد؟ إذا اشتد البرد وخاف الضرر باستعمال الماء ولم يكن عنده ما يسخن به الماء، كأن يكون في برية أو في مكان ليس فيه ما يسخن به الماء ويزيل برودته، فلا مانع أن يتيمم بالصعيد أو التراب ويصلي دفعا للضرر. وكما في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه كان في سفر معه أصحابه فأصابه احتلام وكان الوقت باردا جدا، فخاف على نفسه إن اغتسل، فتيمم وصلى بأصحابه صلاة الفجر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر عليه ولم يأمره بالإعادة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن كيفية المسح على الشراب، جزاكم الله خيرا. المسح على الشراب كالمسح على الخفين، لأن يضع أصابعه، أصابع يديه مبلولة بالماء، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من رؤوس أصابع رجليه، ويمرهما إلى ساقيه مرة واحدة، بشرط أن تكون الجوارب ساترة في الرجلين ضافية على الكعبين وما تحتهما، لا يرى من ورائهما لون الجلد، أو يكون فيهما شقوق وخروق واسعة يظهر منها بعض الرجل، فإن هذه الجوارب لا يصح المسح عليها لأنها غير ساترة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك مدة معينة شيخ صالح تذكرونها لصاحب هذا السؤال يحفظكم الله؟ يعني للتيمم للمسح على الشراب. للمسح على الشراب؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك. طيب. بالنسبة للمقيم يوما وليلة. نعم. حدد له يوما وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها. جزاكم الله خيرا. هذه هي المدة للمسح. نعم. إذا صادف وخلع الشراب في هذه المدة، خلال هذه المدة، ما الحكم شيخ صالح؟ إذا خلع الشراب أو أحدهما بطل وضوءه، فلا بد من استئناف الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حجيت في سنة من السنوات ولكن لم أطف طواف الوداع، وذلك لجهل مني، ماذا يلزمني الآن؟ إذا حج ولم يطف طواف الوداع فإنه يكون تاركا لواجب من واجبات الحج، فيكون عليه فدية، وهي أن يذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. وإن كان لا يستطيع ذبح الشاة لفقره فإنه يصوم 10 أيام، وإذا كان يستطيع ذبح الشاة ولكنه لا يستطيع الوصول إلى مكة لبعده عنها أو تعذر سفره إليها، فإنه يوكل من ينوب عنه لذبح هذه الفدية في مكة وفي توزيعها على فقراء الحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع بدر الدين من المملكة الأردنية الهاشمية عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويرجو الجمع بين الآيتين إذ ذكر في الآية الثانية اطمئنان القلوب وفي الآية الأولى وجل القلوب عند ذكر الله. فتفضلوا شيخ صالح بتوجيه هذا المستمع الكريم، جزاكم الله خيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من أول سورة الأنفال صفات المؤمن، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت من الله سبحانه وتعالى ورجت ما عند الله عز وجل، فلا يكون خوف بدون رجاء، بل يجمع المسلم بينهما الخوف والرجاء. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
معنى هذه الصفة الثانية أنهم يزيد إيمانهم بسماع تلاوة القرآن، كما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الذي يزيد إيمانه بتلاوة القرآن أو بسماعه هذا دليل على سعادته وعلى صدق إيمانه، خلاف المنافق فإنه لا يزيده القرآن إلا شرا واستكبارا وكفرا، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والصفة الثالثة: على ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه. والتوكل هو أعظم أنواع العبادة، أو هو من أعظم أنواع العبادة، ولذلك عطفه الله على العبادة في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، عطف اختصاص واهتمام، وإلا فالتوكل داخل في العبادة، لكنه عطفه عليها من باب الاهتمام والتنبيه على أهمية التوكل، وجاء بصيغة الحصر: وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يتوكلون على غيره سبحانه وتعالى، وإنما يكون توكلهم واعتمادهم مقصورا على الله جل وعلا. الصفة الرابعة: الذين يقيمون الصلاة، حافظون على أداء الفرائض في أوقاتها مع الجماعات. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأعظم علامات المؤمن وأعظم الدلالة على صدق إيمانه محافظته على الصلاة. الذي لا يصلي ليس بمؤمن بل هو كافر. الصفة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون. هذه من أعظم صفات المؤمنين، ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والإيمان له خصال وله صفات وله شعب أكثر من هذا، ولكن هذه أهمها، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه أهم شعب الإيمان وخصال الإيمان، ولأنها ترشد إلى غيرها من بقية الصفات، وتدل عليها وتحث عليها. وأما قوله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو أيضا مما يبين فائدة ذكر الله، وأنه تحصل به طمأنينة القلوب. والطمأنينة معناها الاستقرار وعدم الارتباك وعدم الوساوس وعدم الشكوك والمخاوف، فإن قلوبهم تكون مطمئنة مستأنسة بالله عز وجل وبذكره، راغبة مستمتعة بذكر الله عز وجل، تعيش عيشة هنية رضية في هذه الدنيا قبل الآخرة. فأهل الذكر هم أكثر الناس اطمئنانا في عيشهم وفي حياتهم، والغافلون عن الذكر هم أكثر الناس ارتباكا وتشوشا وتخوفا واضطرابا في هذه الحياة. ولا منافاة بين قوله تعالى: وجلت قلوبهم، وقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإن الوجل ينشأ عنه اطمئنان القلوب بذكره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا فضيلتكم شيخ صالح فيقول: كنت أعمل في مهنة هي قتل الحشرات كالنمل والصراصير، فهل علي في ذلك إثم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الأشياء مؤذية فلا بأس بقتلها، أما أن تتخذ هذا مهنة وحرفة فالأولى أن تتجنب هذا الشيء لما فيه من الدناءة، ولأنك قد تقتل أشياء غير مؤذية وغير ضارة، فتجنب هذا العمل إلى عمل أحسن منه أحسن لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: إذا جلست بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة سهوا وقمت قبل أن أقرأ التشهد، فعلي سجود سهو أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم. إذا جلست بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة ناسيا ساهيا وقمت قبل أن أقرأ التشهد، فهل علي سجود سهو؟ إذا جلست في غير محل الجلوس، كما لو جلست بعد الركعة الأولى من الصلاة أو بعد الركعة الثالثة من الرباعية ناسيا، فإنك تقوم وتأتي بما بقي من صلاتك وتسجد للسهو، والأفضل أن يكون سجودك في هذه الحالة بعد السلام، لأنه عن زيادة في الصلاة، وإن سجدت قبل السلام فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حلف شخص على زوجته بالطلاق أن يتزوج ولم يتزوج إلا بعد 6 أو 7 سنوات، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا حسب نيته، إن كان حلف
حلف مطلقا أن يتزوج ولم يحدد ذلك بمدة فإنه يمتد الوقت والأجل، فإذا تزوج ولو بعد سنين فإنه يكون قد وفى بما حلف عليه فلا شيء عليه. أما إذا كان قد حدد الزواج في سنة أو في أيام أو في شهر معين ثم فاتت المدة ولم يتزوج فإنه يكون قد حنث في يمينه، فإن كان نوى الطلاق فإنه يقع عليه الطلاق، وإن كان لم ينو به طلاقا وإنما نوى به حث نفسه وإلزامها بالمحلوف عليه فالصحيح أنه يكون يمينا مكفرة، يكون عليه كفارة يمين لأن هذا يجري مجرى اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد المستمعين يقول: أخت له كانت صائمة ففاجأتها الدورة قبل الغروب، فما حكم صيامها حينئذ جزاكم الله خيرا؟ إذا كان نزل عليها الدم قبل غروب الشمس فلا بد من قضاء هذا اليوم لأنه لم يتم، الله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذه لم يتم صيامها بفساده قبل تمام اليوم فيجب عليها قضاؤه من مع الأيام التي ستقضيها من أيام الدورة. أما إذا كان لم ينزل عليها الدم إلا بعد غروب الشمس فإن يومها يكون تاما والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: أريد أن أصلي الضحى ولكن لا أعلم كم عدد الركعات، وهل هناك دعاء لها، وهل هناك سور مخصوصة؟ أرجو توجيهي حيال هذه النافلة جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى من السنن المؤكدة، ووقتها من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، هو ما يسمى بالاستواء، إذا توسطت على الرؤوس فهذا وقت نهي لا يصلى فيه حتى يدخل وقت الظهر، هذا هو وقت صلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما ينزل حر الشمس على وجه الأرض، وذلك في آخر الضحى. وعدد ركعات صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، وليس لصلاة الضحى دعاء مخصوص، وإنما هي كسائر الصلوات، وليس لها قراءة مخصوصة، وإنما هي كسائر الصلوات، الواجب فيها قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وأن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن إما سورا وإما آيات من القرآن من غير تحديد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الدعاء في السجود هل يكون في الصلاة المفروضة وفي النوافل أم في بعضها دون بعض جزاكم الله خيرا؟ الدعاء في السجود في كل الصلوات فريضة أو نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود هو محل للدعاء والاجتهاد فيه سواء كان هذا السجود من فريضة أو من نافلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في حديث أخرجه الترمذي والطبراني يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو انقلب بأجل حجة وعمرة. سؤالي: هل يقصد بطلوع الشمس حين نرى ضوء الشمس أو حين نرى الخيط الأبيض من الأسود جزاكم الله خيرا؟ يقصد بطلوع الشمس حقيقة طلوع الشمس، ولا يصلي الركعتين إلا بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، لا يصلي عند طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حين تطلع بازغة، لأن هذا وقت يتعبد فيه المشركون ويسجدون لها، ونهينا عن التشبه بهم، ولأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. صلاة النافلة عند طلوع الشمس لا تجوز، ولكن إذا ارتفعت قيد رمح فإنه يصلي الركعتين ثم ينصرف، ويكون له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا صلحت نيته وتقبل الله منه. نعم. من الجمهورية اليمنية مستمعة تقول: أختكم في الله ألف عين فتسأل وتقول: هل تغطية الرأس أثناء الأذان واجب على المرأة؟ وهل الحيض والنفاس لا يجوز لها أن تردد مع الأذان جزاكم الله خيرا؟ الأذان لا يوجب في حد ذاته على المرأة أن تغطي رأسها إذا لم يكن عندها رجال أجانب ليسوا من محارمها، فإن كان عندها رجال ليسوا من محارمها وجب عليها أن تحتجب وأن تغطي رأسها ووجهها وكفيها وسائر بدنها عنهم، لأنها عورة وفتنة سواء كان وقت الأذان أو غير وقت الأذان. أما
أما الأذان في حد ذاته فإنه لا يوجب على المرأة أن تستر رأسها إذا كان مكشوفا، وإنما هذا في الصلاة، إنما ستر الرأس وستر سائر الجسم في الصلاة ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال من غير محارم، فإنها تصلي مكشوفة الوجه لكنها تستر جميع بدنها، وإن كان عندها رجال غير محارم لها فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. نعم. جزاكم الله خيرا. ترديد الأذان بالنسبة للحائض والنفاس هل هو محظور أو جائز؟ جائز. جائز للمرأة أن تتابع المؤذن وأن تأتي بعد فراغ الأذان بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا مشروع لكل مسلم رجلا كان أو امرأة، طاهرا كانت أو حائضا أو نفسا، لتحصل على هذا الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.